بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله يا بنات النهارده هنتعلم ازاي نعمل الفانوس المسطح. ان شاء الله رمضان داخل علينا وعايزين ندخل البهجه والسرور على بيتنا، وربنا يرفع يا رب عننا البلاء. الفانوس ده معمول بخرز مقاس 10. ممكن ان انا اصغر الخرز شويه لو انا عايزه اعمله ميداليه، ممكن ان هو يبقى بمقاس 8 او مقاس 6. وهستخدم اما اعمله بقى ميدالية هستخدم خيط اصغر شوية، هستخدم مقاس 50، لكن ده انا عاملاه بخيط مقاس 70. ودلوقتي مع بعض ان شاء الله هنعمله بخرز اكبر شوية، هنعمله بمقاس 12 وهنستخدم خيط مقاس 70. الادوات بتاعتي خرز، انا بحب احط الخرز بتاعي في علب التونه علشان يحافظ لي على الخرز بتاعي ما يتنطورش مني. وعندي مقص، وعندي اللي هو الخيط بتاعي. تمام، انا هاخد من الخيط ده يا بنات تقريبا، هحط كده الفانوس اهو قدامنا اهو عشان نتفرج نبص نشوف طول البتاع. هاخد تقريبا متر من الخيط بتاعي ده مقاس 70. نتفق كده من الاول يا بنات اللي احنا هنعمل كله غرز سداسية اهو. ده عندي غرز سداسية، عندي 6 خرزات. تمام، فهبدأ ب6 خرزات. ده 1 2 3 4 5 6. تمام، وهشد يا بنات الخيط، هحاول ان انا اوسطن الخيط بتاعي، الخرز بتاعي يكون في نص الخيط. تمام، عندي الخيط اللي اهو اللي طالع من الخرزه نفس الخيط ده، هقوم راجع فيه وهنشوف دلوقتي هنرجع فيه ليه. هقوم راجع فيه، طبعا انا بشرح بالبطيء خالص اهو للمبتدئين اهو، لحد ما يتكون لي حلقه. الحلقه دي بعمل فيها ايه؟ بقوم داخله واخده الخيط من الناحيه الثانيه اهو اهو اهو، شايفين يا بنات ادي الحلقه اللي انا عملتها اهي. الحلقه دي بقى هعمل ايه؟ هشد، لازم الحلقه بتاعتي تكون في نص الخيط في نص الخرز ده، سوري. يبقى انا عندي تاني هشد عشان اوريكم العقده بتاعتي اهي، او الحلقه بتاعتي اهي. تمام، هشد لحد ما ادخلها في نص الخرز اهي، شايفين، واشد كويس قوي اتاكد ان الحلقه بتاعتي بقت في نص الخرز. تمام، تعالوا بقى هنتفق ان احنا كل خرزه من دي هنبني عليها غرزة سداسية، هنحط المفروض نكون عليها غرزة سداسية. طيب انا عندي اهي خرزة من الصف الاولاني، يبقى هنحط كم خرزة؟ هحط 5 خرزات عشان اما اقفل يبقوا هما 6 خرزات. تعالوا هناخد الخيط اللي في ناحية اليمين اهو، وهحط 5 خرزات. هذا 1 2 3 4 5. اتفقنا هنعمل ايه؟ الخيط بتاعي هقوم راجعة في اخر خرزة، بس اهي هرجع في اخر خرزة، مش في كل الخرز، لا في اخر خرزة. اقوم شادة اهو، هيتكون لي حلقة اهي، الحلقة بتاعتي اهي. هقوم اخدة الخيط التاني اهي، الحلقه بتاعتي اهي، هقعد اشد 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 لحد ما ادخل الحلقه جوه الخرزه اهو. يبقى احنا كوننا غرزه سداسيه، ادي واحده من السطر اللي فات، وحطينا 5 خرزات عشان نكون ايه؟ غرزه سداسيه فيها 6 خرزات. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ انا عندي اهو خيط فوق وعندي خيط تحت جنب الخرزه دي اللي هي اللي عليها الدور. هقوم عامله ايه؟ بقوم جايبه الخيط بتاعي اللي تحت واقوم داخله في الغرزه في الخرزه اللي عليها الدور اهو اهو، هشد واتاكد ان كل الخيط بتاعي، هوريكم بس الخيط، شايفين، لازم اتاكد ان كل الخيط بتاعي داخل. تمام، يبقى انا عندي الخرزه الجديده دي هكون عليها، المفروض اللي انا بكون عليها 6 خرزات، بس انا معايا خرزه كمان من الصف اللي قبله اهو. الخيط اهو في خرزتين، خرزه دي والخرزه دي، خرزتين.
يبقى عشان اكون غرزة سداسية يبقى انا عايزة كام خرزة؟ يبقى محتاجة 4 خرزات. تمام، هقوم حاطة 4 خرزات، ادي 1 2 3 4، وزي ما اتفقنا هرجع في اخر خرزايه بس اهو، واقوم شده هيتكون عندي حلقه اهي، هقوم مدخله فيها صباعي واخده الخيط التاني اهو، واشد كويس، واعمل ايه بقى؟ ادخل العقده بتاعتي جوه الخرزه اهو. لو جينا بصينا اهو، يبقى انا عندي الخرزه رقم 2 اهو، الخرزه رقم 2 اهو عليها كام؟ اهو عليها 5 خرزات، يبقى انا كونت 6 خرزات. تمام، اتفقنا ان انا عندي خيط فوق وخيط من تحت، الخيط اللي فوق ماليش دعوه بيه، الخيط اللي تحت اللي هو جنب الخرزه البني اهو هيدخل في الخرزه اللي عليها الضوء اهو، واتاكد ان الخيط كله، شايفين الحته الصغيره، اتاكد ان هي دخلت اهي. تمام، طيب الخيط بقى اللي فوق هعمل فيه ايه؟ المفروض اللي انا هكون على الخرزه البني الجديده دي اللي انا لسه داخله فيها هعمل عليها غرزه سداسيه، معانا واحده اهي على الخيط من الغرزه اللي قبلها، يبقى انا برضو محتاجه 4 خرزات، يبقى انا اول مره دخلت 5 وكل مره هدخل 4. تمام، ما عدا اخر غرزه وهقول لكم هنعمل فيها ايه. اهو ده دخلت 2، ادا 3، ادا 4، وهرجع في اخر خرزه، نشيل ده بقى كده هنا، وهرجع في اخر خرزه هيتكون لي حلقه اهي، الحلقه اهي دي بعمل ايه؟ اقوم مدخله صباعي، اقوم مدخله صباعي واخده الخيط اللي من الناحيه التانيه اهو بالراحه وبشويش اهو اهو، وهدخل الحلقه بتاعتي جوه الخرزه، بدخل جوه الخرزه الصفراء. تمام، بدخل الحلقه بتاعتي جوه الخرزه الصفراء ده اللي انا مشاوره عليها دي. تمام، واتاكد ان الحلقه بتاعتي دخلت. ليه انا بدخل الحلقه دي اللي بتثبت لي الشغل. زي ما انتم اخدين بالكم كده، انا حاطه جنبي اللي هو لازق دبل فيس علشان الخيط ما يلخبطنيش، بقوم لازقه في الخيط علشان الخيط ما يجريش مني. تمام، بعمل ايه بقى؟ الخيط اللي تحت انا ماليش دعوه بالخيط اللي فوق، الخيط اللي فوق ده انا لزقته، الخيط اللي تحت هدخل في الغرزه في الخرزه البني اللي عليها الدور اهو، واتاكد ان هي دخلت. بيبقى في حته كده ما دخلتش، في تكه كده بسمعها، اتاكد ان هي دخلت. الغرزه البني الجديده هكون عليها 6 خرزات، خلاص حفظنا. يبقى الخيط اللي فوق هحط 4 خرزات ومعايا 2، يبقى كده معايا 6، يبقى الغرزه سداسيه، هحط 4، ادا 1 2 3 4، وهرجع في الايه؟ في الخرزه الاخيره بس اهي، واشد، هيتكون لي حلقه حلوه اهي، اموره اهي كونت لي حلقه، واقوم حاطه فيها صباعي وراح اخده الخيط اللي دخل في الغرزه في الايه؟ خرزه البني، وهشد هشد هشد وهثبت اهو الخيط بتاعي، وهقوم ايه؟ مثبته مدخله الحلقه في الخرزه الصفراء اللي هي دي. تمام، هقوم جايه الخيط اللي فوق ده هقوم مثبته في اللزق بتاعي اهو عشان ما يتحركش، وهقوم جايه داخله في الغرزه او الخرزه البني اللي عليها الدور. تمام، زي الفل اهو، موضوع سهل جدا وبسيط. خلاص الخيط اللي تحت ده ما عادش ليا دعوه بيه، هاخد الخيط اللي فوق اهو، انا عندي دي الخرزه الجديده ومعايا خرزه من السطر اللي فات، يبقى انا عايزه 4 خرزات علشان ادي 1 2 3 4 اهو، وهقوم داخله في رجعه بالخيط بتاعي، هيكون لي حلقه حلوه اهي، اموره الحلقه دي، هقوم داخله فيها بصباعي واخده الخيط اللي خرج من الغرزه من الخرزه البني، وهثبت اهو، وهدخل الحلقه بتاعتي في النص.
اشد كويس قوي عشان اتاكد ان هي دخلت. تعالوا بقى لاخر واحده، اخر واحده اهي في الغرزه السداسيه الاساسيه، اخر واحده اهي. تمام، انا عايزه اخر واحده دي هبني عليها غرزه سداسيه. فانا عندي واحده من هنا من الغرزه دي، وعندي واحده من الغرزه السداسيه الاساسيه، وعندي واحده من اول غرزه انا اشتغلتها. تعالوا كده نشوف مع بعض اهو. يبقى دي هي الوحيده المختلفه، نهايه السطر هي اللي بتبقى مختلفه. بقوم داخله في الخرزه البني اللي عليها الدور اهو، وهتاكد اتاكد شايفين الحلقه اللي حصلت دي، اتاكد ان هي كلها دخلت. بسمع تكه كده صغننه، وهدخل في اول واحده في اول غرزه انا اشتغلتها اهو، وبرده هتاكد ان هي دخلت. تمام، يبقى انا عندي الخيط اهو في كام خرزايه، عندي واحده اهي، ادا الثانيه ادا الثالثه. يبقى هدخل كام خرزه المره دي؟ هدخل 3 خرزات بس، لان انا معايا 3، هدخل 3 علشان اكون الغرزه السداسيه بتاعتي. 1 2 3 اهو، ادا 1 2 3، وهقوم راجعه في اخر خرزايه بس اهي، هيتكون عندي حلقه اموره اهي. هقوم دخل صباعي واخده الخيط التاني اهو، شايفين اهو، هقعد اشد 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 لحد ما اتاكد ان ايه، ان الحلقه بتاعتي دخلت في الخرزه، واشدها كويس قوي اهو. يبقى احنا خلصنا الجسم بتاع الفانوس اللي هو ده، شايفين، شايفين فرق الخرز، عشان انا شغاله بخرز مقاس 12 فشكل الفانوس اكبر. هنا بقى يبقى انا خلصت اللي هو الجزء السداسي اللي في النص ده، لسه لي بس العليقه ولسه لي الرجلين. تعالوا بقى نعمل العليقه. زي ما اتفقت هقوم جايه اهو مثبته الخيط بتاعي عشان الخيط بتاعي ما يتحركش اهو ويضايقني. هعمل ايه بقى؟ انا عايزه اعمل العليقه دي. تمام، العلاقه دي هعمل ايه؟ انا عندي هنا غرزه اسمها غرزه توأم. يعني ايه غرزه توأم؟ عندي خرزتين وليهم رجلين على شكل حرف واي بالانجلش. تمام، انا عندي خرزتين وتحتهم خرزه، دي اسمها الغرزه التوأم. فانا هدخل بالخيط بتاعي في الغرزه في الخرزه دي كمان، اللي هي الخرزه التوأم بتاعتي. تمام اهو، ايه هتاكد اهو. يبقى انا عندي الخيط بتاعي خارج من ايه، من خرزتين، دي اللي اسمها الخرزه ايه، التوام، اللي هي خرزتين ولهم ايه، رجلين. طيب إيه، انا عايزه اعمل غرزه سداسيه ومعايا على الخيط بتاعي كم إيه، كم خرزه؟ 2. تمام، يبقى هاخد 4 خرزات بس عشان اكون اهو، هحط 1 2 3 4. تمام اهو، وهرجع في الخرزة الاخيرة بس اهي. تمام كده، وهقوم راحة مدخلة ايديا في الحلقة، واقوم راحة اخده الخيط التاني. خلصنا العلاقة، واتاكد كويس قوي اهو، بتاكد اهو ان الحلقة العقدة بتاعتي دخلت ايه في النص، شايفين اهو. طب الخيط الزياده ده هرميه؟ لا، هقصه؟ لا، هستنى شويه. هعمل ايه؟ بقوم جايبه الخيط بتاعي الزياده وهفضل امشي فيه. طبعا شايفين الخيط جاي منين اهو، الخيط بتاعي جاي من هنا، همشي بقى ايه شويه بالخيط بتاعي، اتوهه، اعمل له عمليه تتويه. تمام، اتوهه دوي بتاعت دكتوره امان، هي اللي معلماني كلمه، هي اللي معلماني اساسا ازاي اشتغل الخرز، دكتوره امان حواس. تمام اهو، ممكن ادخل هنا بتوه الخيط بتاعي علشان بيدي التتويه ده، بيدي صلابه للشغل، بتوه من الناحيه دي ومن الناحيه دي لان انا عندي طرفين للخيط. تمام اهو، هفضل اتوه شويه وبعد كده هقص، وبحاول ان انا ادخل في مكان في عقده. ليه ادخل في مكان في عقده؟ كل ما بدخل يا بنات في مكان في عقده بيثبت لي الشغل بتاعي اهو. ها
هحاول ادخل في خرزة فيها عقدة، بيثبت لي الخيط ما تخلوش يفك، وبيثبت لي الشغل بتاعي اهو. شايفين احنا كنا فين وصلنا لفين اهو، تمام. ايه وهقص ايه بالمقص الزياده. طبعا الطلق البنات الحلوين عارفين ان انا ما بحبش الشغل المقص، بحب اشتغل بالقصاف علشان ما يسيبليش اي ديل للشغل بتاعي اهو. هشتغل اهو، هدخل الخيطه كلها اهو. هحاول بقى ادخل هنا في النص شايفين هي معصلجة، طالما هي معصلجة كده معايا يبقى هي اساسا فيها ايه عقدة. همرر شوية كل، بحس اساسا انا شغاله اللي هو التمرير ده بي ايه بيثبت لي الشغل. هدخلها في خرزه كمان ويبقى كفايه كده. سبعين سكر عصافير، تعال يبقى احنا كده خلصنا الجسم بتاع الفانوس وعملنا له العلاقة. تعالوا بقى عايزين نعمل القعده زي ما اتفقنا. اللي انا عندي هنا اللي اسم الغرزه ايه؟ التوأم. عندي اهم غرزه ايه؟ خرزتين ولهم رجلين، يبقى اسمها الغرزه التوأم. هاخد خيط، هاخد حته خيط كده، حته خيط جديده، وهاجي ادخل في الخرزتين اللي هم الخرزتين التوأم. يبقى انا عندي الخيط الخيط بتاعي خارج من كام خرزه؟ من خرزتين. عشان اكون غرزه سداسيه يبقى انا عايزه كام خرزه؟ 4 خرزات. اهو انا عندي انا 1 2 3 4. إيه هنا يا بنات، علشان انا لسه هعمل رجلتين فانا هدخل من الناحيه دي 3 وهدخل من الخيط التاني هدخل 1، تمام. وهتشوفوا دلوقتي ليه. تمام، دخلت هنا من الناحيه دي 3 ودخلت من الناحيه اللي هناك 1، وهاجي ماليش دعوه بقى من الناحيه اللي هناك دي، هاجي في هرجع في اخر خرزه لحد ما تتكون عندي الحلقه، وبعدين بقوم اخده اهو. انا ليه دخلت خيط خرزه من الناحيه دي؟ علشان انا هعمل هكون على الغرزه دي، لو انا كنت دخلت الاربعه كلهم مره الاربعه كلهم مره واحده كانت هتخرج لي من هنا. لا، انا عايزه عشان اعمل الرجلين هبني خرزه سداسيه على دي على الخرزه دي وغرزه سداسيه على الخرزه دي، فعشان كده دخلت هنا واحده ودخلت هنا 3 ودخلت هنا 1 علشان الخرز يطلع لي كده، تمام. انا عندي الخرزه دي عايزه ابني عليها 6 خرزات، اعمل ايه؟ هقوم حاطه إيه، احنا كده عندنا واحده، يبقى احنا ناقص لنا كام خرزه؟ ناقص لنا 5 خرزات. وانا جايه ممكن ان انا اقلب الشغل بتاعي كده، ما هو الوش زي الظهر اهو، لان انا بحب انا ادخل الخيط من اليمين، تمام. واقوم جايه 5 خرزات اهو. انا عندي 1 2 3 4 5، وهعمل ايه زي ما بعمل كل مرة، بقوم داخله في اخر خرزاية بس اهو، بقوم مدخلة صباعي واخده الخيط التاني اهو.
وتكون عندي، واتاكد كويس قوي واشد، اتاكد ان هي دخلت. تمام اهو، يبقى انا كونت غرزه سداسيه. هعمل ايه بقى؟ عندي الخيط ان في الناحيه الثانيه اهو هيدخل في الغرزه دي. احنا اتفقنا ان احنا هنعمل على الغرزه دي غرزه سداسيه وعلى الخرزه دي غرزه سداسيه. تمام، هعمل ايه بقى؟ بقوم جايبه الخيط بتاعي ومدخلاه في الخرزه الثانيه اللي انا هبني عليها غرزه سداسيه. طيب تعالوا نتفق بقى، انا عندي الخيط اهو خارج من كام خرزه؟ خارج من خرزتين. انا عندي خرزه وخرزه، الخيط اهو خارج من خرزتين، يبقى انا محتاجه كام خرزه عشان اكون غرزه سداسيه؟ محتاجه 4. عندي 1 2 3 4، وهرجع في اخر خرزايه اهو، هيبقى هيطلع عندي حلقه اقوم داخله فيها بصباعي واخده الخيط من الناحيه الثانيه، وهقوم متاكده ان هي دخلت. لا 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 لا، خلصنا الفانوس بتاعنا اهو. تعالوا بقى نتوه الخيط بتاعنا عشان نثبت الشغل اهو. هاجي من الخيط ده اهو وهقوم مدخله هنا كده، ساعات الخيط بيعصلك عادي خالص ولا اي حاجه، بس انا اهم حاجه اتاكد ان الخيط من هنا بيدخل كله. وخلي بالي وانا بشد ان القفل بتاعي ما يطلعش اهو اهو. يبقى عمليه التمريض دي اساسا بتثبت لي زي ما احنا اتفقنا، بتثبت لي ايه؟ الشغل، زائد العقده اللي انا بعملها جوه كل خرزه، فكده الشغل بتاعي بيبقى ثابت وبيبقى متين. فهي بتيجي هنا دي وتقف اهو. تمام، عملت شويه حلوين، اقوم جايه مقصه بالمقص بتاعي واجي الناحيه الثانيه برضو اهو. شايفين العقده ده اللي بتتكون ده؟ لا، اتاكد ان هي دخلت جوه الخرزه، بفضل اشد كده اهي لحد ما تدخل، بس ما تكز قنانه كده. تمام اهو، ساعات الخرز بيبقى ظريف ولطيف، بيمشي ايه معايا في خرزتين وثلاثه. طلعت لي منين؟ اهو مشت، بس كده تمام زي الفل. وهقوم ايه قصه بقيه الخيط، وده اتكون عندي ايه اللي اهو. شايفين الفرق في الخرز؟ عامل فوانيس ازاي. ده بقى بستخدمه في ايه؟ ممكن ان انا اعمل كذا فانوس من ده والزقه مثلا على باب الاوضه بتاعتي، وممكن اعمل كذا فانوس من ده واللي انا احطه على مسافات متفرقه برضو في الاوضه بتاعتي. ممكن اعمل بقى مقاسات، واحد كبير واحد صغنن وهكذا. او ممكن ان انا اجيب حبل نور وبثبت عليه، حبل النور ده بيبقى فيه لمبات كده بتنور، بثبت عليه اللي هو الفوانيس بتاعته الصغننه دي المسطحه، ويبقى ساعتها بيديني شكل خرافه جدا. في نهايه الفيديو عامله للبنات الحلوين مفاجاه حلوه قوي، هيكون ان شاء الله هحط لكم التطبيقات اللي هم عاملينها. وكل سنه وانتم طيبين، ورب يا رب يا رب يكون رمضان ده رمضان الخير والسعاده علينا يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.